قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. بيبدأ الفيلم بنشرة الأخبار وبنعرف من المذيع الشهير جيمسون إن ميستيريو قبل ما يموت ساب فيديو وقال فيه إن سبايدر مان هجم عليه وإن عنده جيش ضخم من أحدث الطيارات والأسلحة وإن هو سبب الهجوم الأخير اللي حصل، وبيقول كمان إنه عارف هويته الحقيقية وإن اسمه بيتر باركر، وبتكون دي المرة الأولى اللي يكتشف فيها العالم كله مين سبايدر مان، لكنهم بيعرفوه باعتباره مجرم وشرير مش بطل. فبتبدأ الناس كلها تطرده هو وكل ما عارفه. بعد كده بيوصل بيتر ومعاه ام جي اللي بتعمته ماي، وبيكون معاها خطيبها هابي. فيبدا بيتر يقفل الشبابيك عشان عمته ما تعرفش ايه اللي بيحصل بره، لكن مش بيعرف يخبي اكتر من كده لان بيظهر على التلفزيون طيارات الشرطه وهي محوطه البيت بتاعهم. وبيطلع جيمسون على التلفزيون وبياكد ان سبايدر مان مجرم وانه هو السبب في احداث الشغب اللي حصلت في السنين كلها الاخيره. واحنا طبعا عارفين ان المذيع ده اساسا بيكره سبايدر مان من زمان، وعشان كده بيقول له اي كلام وخلاص. بعد كده توصل الشرطه للبيت وبتاخدهم كلهم عشان تحقق معاهم، وبياخدوا كمان صاحبه نيد والبنت اللي بيتر بيحبها ام جي. لكن بعد التحقيق مش بتقدر الحكومه تثبت عليهم حاجه، وفي الاخر بيطلعوا من السجن بفضل المحامي مات موردوك. ايوه مات موردوك اللي عمل مسلسل دير ديفل قبل كده والقريب جدا هنتكلم عنه. المهم بيرجعوا البيت ومعاهم مات اللي بيقول لهم ان الحكومه هتكمل تحقيقها في شركه ستارك واللي مديرها يبقى هابي، وبعد كده بيسيبهم ويمشي. وفي نفس اليوم بالليل بيتكلم بيتر مع ام جي وبيتفقوا انهم يروحوا تاني يوم المدرسه يجيبوا ورقهم ويملوا الاوراق اللي هيقدموا بيها في الكليه بتاعت الام اي تي اللي نفسهم يدخلوها. فتاني يوم بيروحوا على المدرسه وبيتفاجئوا ان المدينه كلها بتمشي وراهم في مظاهرات ما بين مؤيد ومعارض، والموضوع كان مخيف جدا، ده حتى مدرسينهم في المدرسه بينقسموا ما بين مؤيد ومعارض. فبيقرر بيتر يبعد عن كل الدوشه دي وبياخد ام جي وبيطلعوا يقعدوا فوق سطح المدرسه. وبعد شويه بيجي لهم نيد وبيبداوا يتكلموا ان اكيد حياتهم هتتغير لما يخشوا الجامعه، والميزه الكبيره هي ان الجامعه في بوسطن فبعيده عن كل الاحداث دي كلها، وان بيتر هناك يقدر يكون سبايدر مان برضه لان في جرائم كتير بتحصل هناك، وقتها يقدر يغير راي الناس عنه. فالكل بيتحمس وبيستنوا جوابات القبول بتاعه الجامعات اللي هتوصل لهم، ولما فعلا بتوصل لهم بعد كام يوم بيتفقوا انهم يتجمعوا في مكان واحد ويفتحوا الجوابات مع بعض. لكن لما بيفتحوها بيفاجئوا انهم اترفضوا هم الثلاثه بسبب انهم اصحاب سبايدر مان وبسبب ان بيتر يبقى بنفسه سبايدر مان. فبيضايق بيتر جدا وبيقرر انه يروح للدكتور سترينج عشان يساعده، ولما بيروح هناك بيقابل وانج المشعوذ وصديق دكتور سترينج. بعد كده بيقابل دكتور سترينج بنفسه وبيقول له بيتر ان حياته هو وزمايله اتدمرت بسبب ان الناس عرفت ان هو سبايدر مان، بس عرفوا ان هو سبايدر مان بشكل غلط. فبيطلب منه بيتر انهم يرجعوا بالزمن عشان يمنعوا ميستيريو انه يعمل كده ويكشف هويته، لكن دكتور سترينج بيفاجئه لما بيقول له انهم مش هيقدروا يعملوا كده بسبب ان حجر الزمن مبقاش معاهم، واحنا طبعا عارفين ليه، ولو انت مش عارف فانت ما سمعتش معايا باقي الفيديوهات واللينك بتاعهم موجود في الوصف. عامة بيكمل كلامه وبيقول له ان في خطه تانية وهي انهم يستخدموا تعويذه النسيان والعالم كله وقتها هينسى مين بيتر باركر اصلا، بس لازم وانج يوافق انهم يستخدموا التعويذه، وده بسبب ان التعويذه خطيره جدا جدا لانها بتربط كذا واقع ببعض، واي خطا هيحصل ممكن العالم كله يدمر بسببه. فبيوافق وانج لكنه بيقول لهم انه مش هيتدخل وهيفضل بره الموضوع وبيسيبهم ويمشي. بعد كده بيروحوا دكتور سترينج وبيتر للمكان اللي هيعملوا فيه التعويذه، فبيبدا يعمل دكتور سترينج التعويذه الصعبه جدا بالمناسبه، بس بيتدخل بيتر وبيقول له معلش ممكن نستثني ام جي من التعويذه؟ فقال له حاضر. راح قال له تاني معلش ممكن كمان نيد وعمتي ماي؟ فقال له برضه حاضر. راح قال له كمان معلش تاني ممكن كمان هابي؟ ففي اللحظه دي بتبوظ التعويذه بسبب غباء بيتر، بس الحمد لله بيقدر دكتور سترينج في اخر لحظه انه يسيطر عليها ويحبس التعويذه بالكامل جوه صندوق صغير. وبيعتذر لبيتر وبيقول له ان هو حاول ولكن ما عرفش، ما تجربوا ان انتوا تحاولوا تكلموا الجامعه يمكن تغير رايها وتعرفوا تدخلوا الجامعه. فبيقول له بيتر تصدق فكره؟ يلا باي. وبيخرج بيتر وبيتصل بواحد صاحبه اتقابل في الجامعه وبيساله عن مكان مديره الجامعه عشان يحاول يتكلم معها ويقنعها انها تقبله هو واصحابه. فبيعرف انها في طريقها للمطار عشان مسافره، فبيتر بسرعه وبيقدر فعلا يوصل لها ويتكلم معاها عشان تقبل حتى اصحابه وبلاش هو، لكن مش بيكمل كلامه معاها عشان بيحس بالخطر وبيلاقي ان الكوبري اللي واقفين عليه بيتقسم نصين وبيظهر دكتور اوكتافيوس، وبيكون طبعا عاوز ينتقم من سبايدر مان، لكن بيتر مش بيكون عارف مين ده اصلا او عايز منه ايه، فبيبداوا يضربوا في بعض لحد ما كانت المديره هتموت، لكن بيلحق بيتر العربيه بتاعتها على اخر لحظه
بعد كده بيمسكه اوكتافيوس وبيقلعه القناع بتاعه، وبيتفاجئ اوكتافيوس لما بيلاقيه مش بيتر باركر اللي هو عاوزه. فبيستغل بيتر الموقف وبيندمج جزء من بدلته المصنوعه من النانو بالادروع بتاعت اوكتافيوس وبيتحكم فيها، وبيقدر ينقذ المدير باستخدام ادروع اوكتافيوس. عارف ان الموضوع غريب بس ده حصل فعلا. طبعا بعد اللي حصل ده بتتبسط المديره من بيتر وبتوعده انها تتناقش مع اداره الجامعه وباقي المديرين عشان يقبلوه هو واصحابه. بعد كده بيروح بيتر يتكلم مع اوكتافيوس وبيقول له انت مين وعايز مني ايه، ووسط ما هم بيتكلموا مع بعض بتتحدف قنبله عليهم من قنابل جرين جوبلين، وبيظهر جرين جوبلين هو كمان. لكن قبل ما تدور بعلاقه ما بينهم بيلاقي بيتر نفسه انتقل مره واحده لمخبأ دكتور سترينج، وبيكون اوكتافيوس اتحبس في احدى زنزانات دكتور سترينج، وبيتكلم دكتور سترينج بنفسه وبيفهم بيتر اللي حصل، وبيقول له انهم لما بوظوا التعويذه فتحوا بوابات للاكوان المتعدده، وبدل ما الناس تنسى مين بيتر باركر جم كل الناس من كل الاكوان المختلفه اللي يعرفوا مين بيتر باركر، وانه عارف يمسك شخص تاني كان على هيئه سحليه جاي من كون تاني برضه، وده طبعا احنا عارفين انه دكتور كونرز. ولو انت مش عارف ان ده دكتور كونرز يبقى معنى ذلك ان انت ما سمعتش اي حاجه من افلام سبايدر مان، واللي برضه هتلاقي اللينك بتاعهم في الوصف. بعد كده بيتكلم مع دكتور اوكتافيوس وبيقول له طبعا انت تعرف بيتر باركر هو سبايدر مان، هل اللي قدامك ده هو بيتر باركر اللي انت تعرفه؟ لكن اوكتافيوس بيقول له لا، وانه ما يعرفش مين ده اساسا. فبيفهموا ان اوكتافيوس جاي فعلا من كون تاني كان فيه برضه سبايدر مان وكان اسمه كمان بيتر باركر برضه، وهكذا نفس الكلام مع جرين جوبلين والسحليه. بعد كده بيطلع دكتور سترينج حاجه زي مسدس وبيديها لبيتر وبيقول له اطلع دور على كل اللي وصلوا من اكوان تانية واضربهم بطلقه واحده من المسدس ده، وهم هيوصلوا عندي هنا على طول، ولما نجمعهم نبعت كل واحد للعالم بتاعه. فبيوافق بيتر وبيطلب منه انه يجيب له ام جي وند عشان يساعدوه، وفعلا بيجيبهم له. فبيقول لهم بيتر على كل حاجه، وبيبداوا وقتها يبحثوا عن النت عن اي حاجه غريبه لحد ما بيلاقوا خبر عن ظهور شخص لابس بدله خضراء وبيطير في الجو. فبيقول لهم اوكتافيوس قبل ما يمشوا ان الشخص ده هو دكتور نورمان الشهير بجرين جوبلين. بعد كده بيروح بيتر على المكان اللي فيه جرين جوبلين لكن مش بيلاقي هناك، بس بيظهر له شخص تاني طلع منه طاقه كهربيه كبيره جدا وهو ماكس الشهير بالكترو، وبيكون خلاص هيقتل بيتر لكن بينقذه فلينت او ساند مان عشان بيفتكر ان ده سبايدر مان اللي هو يعرفه. فبيقدر بيتر انه يضرب ماكس بطلقه عشان يبعته على المخبأ بتاع دكتور سترينج، وبياخد ساند مان كمان معاه. بعد كده بننتقل لنورمان اللي بيقدر انه يحارب العفريت المتحكم فيه وبيكسر القناع بتاعه. اما بيتر فبتجيله مكالمه من عمته ماي وبتقول له انها قاعده مع واحد من الاشرار اللي بيدور عليهم، فبيجري بيتر بسرعه عشان يلحقها لانه فاكر انها في خطر، لكنه لما بيوصل بيتفاجئ انها قاعده بتتكلم بكل هدوء هي ونورمان. فبيتكلم نورمان وبيقول لهم انه من جواه كويس لكن ساعات كتير مش بيعرف يتحكم في افعاله ومش بيفتكر هو عمل ايه اساسا بعد ما بيعمل اي حاجه شريره. فبتتعاطف مع مي وبتقول لبيتر انهم المفروض يعالجوا الاشرار دول قبل ما يبعتوهم على العالم بتاعهم. فبيتردد بيتر شويه لان رايها غريب، لكن في الاخر بيوافق وبياخد نورمان وبيروحوا بيه على مخبأ دكتور سترينج. وهناك بيتكلم اوكتافيوس وبيقول لهم ان نورمان المفروض انه مات وكمان من سنين كتير ومستحيل يكون لسه عايش. بعدها بيتكلم ساند مان وبيقول لهم برضو ان المفروض اوكتافيوس ونورمان ماتوا هما الاثنين. فبيفهم بيتر انهم كلهم ماتوا في العالم بتاعهم ولو رجعوهم لعالمهم هيموتوا تاني. فبيجي دكتور سترينج ومعاه آلة هترجع كل واحد فيهم للعالم بتاعه، لكن بيتر بيعترض وبيقول له انهم لازم يساعدوهم الاول قبل ما يرجعوهم للعالم بتاعهم، لكن بيرفض دكتور سترينج فبيخطف منه بيتر الآلة عشان ما يعرفش يرجعهم وبيطلع يجري منه. فبيجري وراه دكتور سترينج وبتقوم ما بينهم معركة كبيرة، وبيدخل دكتور سترينج بيتر عالم المرايا عشان هناك هيقدر يتغلب عليه بسهولة لانه بيتحكم في كل جزء في العالم ده. لكن عالم المرايا بيكون كله عبارة عن اشكال هندسية، ولان بيتر شاطر جدا في الهندسة بيقدر انه يربط دكتور سترينج جوه العالم بتاع المرايا، وبياخد الآلة منه والخاتم بتاعه وبيفتح بوابة لنفسه وبيرجع تاني للمخبأ. وهناك بيقول لاصحابه انهم هيعالجوا الناس دي الاول وهيرجعوهم تاني لطبيعتهم، وطبعا الكل كانوا خايفين شويه من الفكره دي، بس في الاخر وافقوا واخدهم كلهم وراح بيهم على مكتب هابي. ومجرد ما دخلوا البيت راح اخد بيتر دكتور نورمان ودخلوا جوه معمل بتاع هابي وبداوا يشتغلوا على علاج اللي هيساعد اوكتافيوس انه يرجع لطبيعته، وكمان بداوا يصلحوا الشريحه اللي في رقبته عشان يكون هو المتحكم في الاضرع مش العكس، وفعلا بينجحوا وبيرجع اوكتافيوس لطبيعته وبيشجع الباقي انهم يعملوا فعلا زيه. بعد كده بياخد بيتر جهاز وبيروح يحطه على ماكس عشان يمتص الطاقه الزياده اللي عنده ويرجعه لطبيعته مره تانية،
لكن فجأة بيحس بيتر بخطر من ناحية نورمان لأنه مرة واحدة اتحول مرة تانية وقال للكل إنهم مش محتاجين مساعدته وإنهم مش مرضى ولا محتاجين لعلاج. والكلام ده بيحفز ماكس إنه يحتفظ بقوته وفعلا بيشيل الجهاز اللي حطه بيتر عليه. فبيطلب بيتر من عمته إنها تبعد من المكان بسرعة وفعلا بتبدأ إن هي تهرب. وبتبدأ المعركة الكبيرة ما بينهم كلهم ونتيجة الحرب دي بيتدمر المبنى تماما وبيهرب ماكس. وجرين جوبلين اللي هو نورمان قبل ما يمشي بيرمي على عمة بيتر قنبلة فبيحاول بيتر انه يمسكها لكن مش بيعرف وبتصيب عمته. بعدها بيروح بيتر يتكلم معاها وهو كل حزن لانها خلاص بتطلع في الروح. فبتقول له ما تزعلش انت عملت الصح اللي المفروض يتعمل. وبعدها بتموت. بعد كده بيجي هابي وبيشوف البيت وهو متدمر وخطيبته ماي وهي ميتة فبيزعل هو كمان. وبتوصل الشرطة وبيقول هابي لبيتر ان هو يهرب بسرعة قبل ما يقبضوا عليه. وفعلا بيهرب بيتر ومحدش بيكون عارف مكانه لانه بيكون حزين وراح لمكان بعيد. بعد كده بننتقل لناد وام جي اللي بيكونوا علانين جدا على بيتر. وبالصدفة بيكون ند لابس الخاتم اللي اخده بيتر من دكتور سترينج فبيبقى نفسه يلاقي بيتر. وفعلا بالصدفة بتتفتح بوابة على بيتر وبيجي سبايدر مان. لكن لما بيقلع الماسك مش بيكون سبايدر مان اللي هم عارفينه لكن بيكون سبايدر مان اندرو جارفيلد. وبيكتشف وقتها انهم جابوا بيتر باركر فعلا لكن من عالم تاني موازي. فبيحاول ند يجرب تاني عشان يجيب بيتر الحقيقي صاحبهم. فبيفتح بوابة تانية فعلا ولكن بيطلع منها بيتر لكن برضو مش بيتر اللي يعرفوه ولكن بيتر توبي ماجواير من عالم ثالث. ومن هنا عشان ما تحصلش اي لخبطة لما نيجي نتكلم على سبايدر مان هنفرق بيننا هنقول سبايدر مان توبي ماجواير وسبايدر مان اندرو جارفيلد وبيتر باركر بتاع العالم بتاعنا العادي. المهم بيبدأوا الاتنين سبايدر مان يتكلموا مع بعض ويتأكدوا انهم كلهم فعلا سبايدر مان. ولما بيتأكدوا بياخدوهم ند وام جي لأكتر مكان بيحبوا بيتر وفعلا بيلاقوه قاعد هناك وبيعيط على موت عمته. فبيفضلوا يحضنوه ويواسوه وكمان قالوا له على كل اللي حصل. وبدأوا كمان يعرفوه على سبايدر مان اندرو جارفيلد وسبايدر مان توبي ماجواير. وقتها الاتنين سبايدر مان بدأوا يواسوا بيتر ويقولوا له انهم كمان خسروا ناس كتير بيحبوهم بسبب شغلهم كسبايدر مان وانهم كمان هيساعدوه عشان يرجعوا للكون الموازي من تاني. فبيبدأوا يشتغلوا فعلا على علاج لكل شخص من اللي مسكهم بيتر قبل كده عشان يعالجوهم وبعدها يرجعوهم للعالم بتاعهم تاني ولكن مش أشرار. وأثناء الكلام ده فضلوا يتكلموا أكتر مع بعض ويتعرفوا على بعض أكتر. بعد كده بيطلع بيتر باركر على التلفزيون في برنامج جيمسون وبيقول إن كل الأشرار اللي وصلوا هنا من عوالم مختلفة يستاهلوا فرصة تانية وإنه هيساعدهم. ويقول كمان إنه كان يقدر يدمر المدينة كلها لو عايز من البداية لكنه اختار من زمان إنه يساعد الناس وبس مش يقتلها. بعدها بيقفلوا معاه وبيروحوا التلاتة سبايدر مان عند تمثال الحرية اللي تحس كده انه مدي شوية على كابتن امريكا. وهناك بقى بيقابلوا الكل اول واحد من الاشرار وهو ماكس واللي بيكون اقوى بكتير لانه قدر يوصل لطاقة كبيرة جدا من المدينة. وبيظهر ساندمان هو كمان واللي مش بيكون عاوز يتعالج وبيمسك بيتر باركر وبيكون هيقتله. لكن بيجي سبايدر مان توبي وبيقدر يديله العلاج وبيرجعه شخص طبيعي تاني. بعد كده بيوصل السحلية وبينضم للمعركة وبيبدأ يضرب فيهم بكل قوته. وبيوصل كمان اوكتيفيوس لكنه اتعالج وبقى كويس وبالتالي هو حاليا مع التلاتة سبايدر مان. فبيمسك ماكس وبينجح انه يحط له الجهاز اللي هيسحب منه الطاقة وفعلا بينجح في ده وبتمشي الطاقة خالص من ماكس. بعد كده بتهجم السحلية على نيد وام جي وبيحاول نيد انه يفتح بوابات كتير باستخدام خاتم دكتور سترينج عشان يهربوا لكن في الاخر مش بيعرف يهرب تاني. بس مش مهم لان بيتر باركر بينقذهم وبيدي الحقنة للسحلية وبيرجع طبيعي من تاني. بعد كده بيفتح نيد بوابة وبيجي دكتور سترينج اللي كان محبوس في عالم المرايا لمدة 12 ساعة وبيتكلم نيد وبيقوله ان خطة بيتر نجحت وانهم قدروا يعالجوا الاشرار. بعد كده بيروح سترينج لبيتر وبيتفاجئ لما بيشوف معاه سبايدر مان اندرو جارفيلد وسبايدر مان توبي ماجواير وبيقول له ان كده خطر ولازم يرجعوا كل واحد للعالم بتاعه عشان ما يحصلش خلل في الكون كله. لكن بيحس سبايدر مان توبي ماجواير بالخطر وفجاه بيظهر جرين جوبلين وبيبدا يهاجم الكل وبيحدف قنبله على الجهاز اللي مع دكتور سترينج وبيفجر المكان كله. وبتوع ام جي وكانت خلاص هتموت فحاول بيتر ينقذها لكنه مش بيقدر لان مزلاج جرين جوبلين خبط فيه. وهنا بتشتغل العاطفة عند سبايدر مان اندرو جارفيلد لانه شاف قبل كده جوين البنت اللي كان بيحبها بتموت قدام عينه وما كانش عايز ده يحصل لبيتر. فبيجري فعلا عليها وبينقذها على اخر لحظة وبيبكي لانه بيفتكر جوين اللي ما قدرش ينقذها. بعد كده بيروح بيتر وبيبدأ يضرب في اوزبورن وبيكون عايز يقتله انتقاما منه لانه قتى عمته. فبيمسك الزلاجة بتاعته وبيكون خلاص هيقتله بيها لكن بيجي سبايدر مان توبي ماجواير وبيلحقه قبل ما يقتله وبيقول له انهم المفروض يعالجوه مش يقتلوه
لكن بيمسك نورمان سكينة وبيطعن بيها سبايدر مان توبي ماجواير في ظهره. فبيحذف سبايدر مان أندرو المسلن بيتر عشان يحقن بيه نورمان، وفعلا بيحقنه بيه عشان يرجع نورمان تاني لطبيعته وبس. وبكده يكونوا نجحوا انهم يعالجوهم كلهم، وبيروحوا لسبايدر مان توبي وبيطمنوا عليه وبيلاقوا انه هو كويس. بعد كده بيتفاجئوا الكل لما بيلاقوا حاجات غريبة بتحصل في السماء، فبيطير بيتر لسترينج عشان يسألوا ايه اللي بيحصل ده. فبيقول لهم سترينج ان الاكوان كلها هتدخل في بعض وان هو مش عارف يسيطر عليها. فبيقول له بيتر ان هما لو حاليا نفذوا التعويذة بتاعت النسيان وكل الناس نسيت هو مين، بكده التوازن هيرجع مرة تانية لكل العوالم وكل المشاكل دي هتخلص. لكن بيقوله دكتور سترينج ان كده كل الناس اللي بتحبهم وتعرفهم هينسوك حتى انا. بس بيصمم بيتر على رأيه وبيقول له لازم يعملوا كده عشان التوازن يرجع مرة تانية للعالم. فبيروح بيتر ويودع سبايدر مان اندرو وسبايدر مان توبي ماجواير وبيرجعوا مرة تانية لعالمهم، وبيكونوا باقي الاشرار اللي بقوا طيبين حاليا رجعوا خلاص عالمهم هم كمان. بعد كده بيروح بيتر يودع نيد وام جي وبيقولهم على خطة دكتور سترينج، فطبعا بيزعلوا جدا وبتقول له ام جي يوعدها انه هيلاقيها تاني ويفكرها بيه، وفعلا بيوعدها وبيسيبهم كلهم ويمشي. فبيشغل دكتور سترينج التعويذه فعلا، وبكده بينسى العالم كله بيتر باركر. تاني يوم بقى بيروح بيتر للمكان اللي بتشتغل فيه ام جي، وهناك بيلاقيها قاعده هي ونيد بيتكلموا، وبيعرف انهم اتقابلوا في الجامعه واتصاحبوا. فوقتها بيرجع في كلامه وبيقرر ما يعرفهمش عليه تاني لان كده حياتهم حلوه وامنه من غيره. اما هو فبيروح يأجر مكان يعيش فيه وبيصنع بدله لنفسه لان شركه ستارك ما بقوش عارفين هو مين، وبالتالي مش هيرضوا يصنعوا له اي بدله. فبيبدا يطير ببدلته الجديده فوق المباني في التلج عشان يحاول يعيش حياته الجديده بعد ما قرر ينقذ العالم كله ويعيش وحيد ومحدش يفتكره. بعد كده بيظهر ايدي براك او فينوم، واللي بنكتشف انه قدر يوصل للعالم بتاع بيتر زي ما كله وصل للعالم بتاع بيتر في الاول، وده اللي شفناه على فكره في اخر لقطه في الفيلم بتاع فينوم اللي عملناه قبل كده واللي هو اسمه فينوم ليتت بي كارنيج. هو حاليا بيحاول يفهم هو فين وجه هنا ازاي، لانه ما كانش يعرف انه هو جه زي الباقي بسبب التعويذه اللي عملها دكتور سترينج لبيتر. بس للاسف مش بيلحق يعرف لان دكتور سترينج كان قدر وقتها يرجع الكل العالم بتاعهم من تاني. فبيرجع هو كمان العالم بتاعه، لكن بيفضل جزء صغير من ماده فينوم في عالم بيتر. بعد كده بننتقل لسترينج، واللي بيكتشف ان العالم كله بقى فيه مشكله كبيره جدا بسبب اللي عملوه هو وبيتر، وبالتالي الاكوان تقدر تقول كده انها اتفتحت على بعض. وبيخلص الفيلم وبس كده. سلام.